او قالت ان فضيله الشيخ اجاز اكل القرود والذباب والفيل والقطط والكلاب والفراشات، هو احنا ناقصين الكلام ده يا مولانا؟ ايه الموضوع ده بقى؟ قول لي. مش انا قلت لك يا سيدي على كل الصحافه ايه بقى؟ ايه عليك يا مولانا؟ على كل حال، على كل حال، أيوة. اكل هذه الاشياء كلها جائز. طب ناخد فاصل يعني قصير نقول بعده ايه؟ عايز تعقب؟ ما هكلمك، كمل لك. طب اتفضل. قال تعالى والامام مالك تمسك به: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. هذه الاشياء التي نصت عليها الايه تمسك بها الامام مالك وقال الحاجات دي بس اللي ما تتاكلش. غيره من الفقهاء قال كل ذي مخلب من السباع وكل ذي نابد من السباع وكل ذي مخلب من الطير، انما الامام مالك في قاعده فقهيه عند الامام مالك قال لك ايه: ليس عند مالك يعاب اكل الحيه والكلاب. يعني اذا الاسلام لا يحرم اكل الكلاب والقطط، الاسلام دين يسر، اذا استطبت نفسك كل. ما بيتصل عليا الواد بتاع لندن ده بيقول لي: طيب يعني ناكل الذباب وال مين بتاع لندن ده؟ اللي إيه؟ هو كان بتاع الصحابه بتاع الشرق الاوسط دي. بقول له: يا اخي انت مجرب بشكل. اذا استطبت نفسك كله يا اخي، عايز تاكل الذباب والدود كله. لا انا مين اكل الحلال والحرام يعني؟ الامام مالك رضي الله عنه. الجوع، الجوع بيخلي الانسان ياكل اي حاجه. الواحد قبل ما يتكلم وقبل الصحفي ما يقول ربع قطه وصلحه وقبل السفاله بتاعت الصحافه اللي بتقول يروح يقرا، يقرا في تفسير القرطبي، في تفسير قول الله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه، يقرا في تفسير ابن كثير، يقرا في التفسير كلها تفسير هذه الايه، راح يلاقي ان اكل هذه الاشياء اذا استطبته نفسك كل، ما استطبتش نفسك. ايوه انا عايز اقول مع الفقر وغلاء المعيشه وارتفاع سعر كيلو اللحم بقى 69 جنيه النهارده، يعني ممكن لو الفقر وخلى الانسان بقى عنده قابليه انه ياكل